بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حبيباتي راكو كاملة بخير وكاملة مهنيين. كما راكو تشوفوا الخرابة اللي داروها درالي، خرجت وجيت خدموا حوايج بزاف. كاين اللي دار لي طارتولات، كاين اللي زاد عاود الكاسادية، كاين اللي راهو يدير في، يعني كل واحد واش حاب يدير لهنايا. وانا عندي لهنا زوج تاعي راهو صايم، جيت باش ندير فطور. شوفوا الخرابة اللي لقيت في الدار. اول حاجه راح ندير معكم الطريقه اللي كنت وعدتكم بها، اللي هي طريقه ميس انكا. دوكا لهنا واش راح ندير؟ نبدا بهاد المواعن هما الاولانيين. هنا راح ديريكتومون البانيو تاعي. واش دير دوك لهنايا؟ يعني نحط فيها هكذا مغرض تكون معمره مليح تاع البيكربونات دو سود. نزيد لهنايا الخل، وراني نعمر في الماء يكون سخون بزاف بزاف. انا راح نعمرو بارتي شوف بان هذيك السخونه بزاف، سينو اللي ما عندهاش تغلي الماء. هنا رايح نزيد قصة المغار تاع الخل هكذا على حسب المواعن اللي عندك. ما عندكش بزاف تقدري تنقصي تاني. نحط لهنا حتى ربعة. نزيد باكي تاع خميرة الحلوى. هادو هما لي زانغريديون، هادو هما المكونات اللي حطيتهم معاكم. بلاصت هذاك، بلاصت هذيك القرص اللي حطوه في لاماشين على الريف. دوك لهنا نزيد هذا غسول الاواني، كل وحده واش عندها، اللي عندها فيري وحده، ايزيس وحده، كل وحده يعني واش عندها. ندير الكميه قص المواعن تاعي هذا مكان، ونبدا نزيد دوك لهنايا في الماء يكون قلت لكم سخون بزاف بزاف. انا حطيت من لا من لا بارتي شوف بان سخونه. بسم الله. هنا راني نعمر في الماء وميمطون بلاصي في المواعن تاعي. هنا عندي ملاحظة، هذا الماء تقدري تستعمليه عدة مرات. إلا حبيتي تستعمليه عدة مرات لازم تستعمليه تخدمي طريقة اللي موالفين نديروها في الماشينة. لازم تنحي قبل الأوساخ هذه الأولانية بالعين وبعد تقطيعها. حبيتي يعني تستعمليها غير من الصباح حتى العشيه حطي جار تما. هاي كل هنا بعد ما ستفت كامل الكرابج تاعي كيما يقولوا المواعن، حطيتهم كامل في هذا البانيو. لازم هذيك الخلطه تقيس كامل المواعن تاعك. تقدري تغسلي هادو ما قبل اللي ما فيهمش لي دم، ومن بعد تحطي القدور تاعك وتزيدي تعاودي. كيما انا هنايا راكو تشوفوا لهنا المواعن اللي صداروا فوق لازم. دوكا نخلي هادو ما هكذاك واحد ربع ساعه ولا لو طون لي ندوز القدر تاعي وكامل، نعاود نحي هادو ما ونحط قداري واحد اخرين اللي ميدمين بزاف. ما تحطوهمش معاهم، حطوهم وحدهم، ديروا خلطه في باسينه واحد اخرى وحدها وحطوهم باش هادو ما يتقاسوش باليدان. وتقدري قلت لك تستعملي هذا الماء عده مرات حتى العشيه كامل وانت تغسلي هكذا نورمال، ما حيصالو حتى حاجه. كيما تقدري تسيقي به هادو ما اللي نقيين تاع الزلاج. لا لا، انا دوك نخليهم يترنخوا ومن بعد نخدم الشغل اللي يعني خدمي شغلك كامل وعاودي ولي ليهم. تقدري ما تخليهم ان شاء الله لا جورني كامل، لا كنت مشغوله ولا يعني تقري ولا كي خارجه وتعاودي تولي، كي تجي تشلي لا برك وتشوفي النتيجه بعينك في الاخر. هنا بعد ما وصلت القدر تاعي للشربه حطيت فلاكوكوت باش نزرب، وحطيت لهنا البطاطا البوراك تاعي. حبيت نولي دوك المواعن هذوك نحيهم تلاف باش نولي ندير خبز الدار وندير ثاني شويه تاع البقدونس. هنا سمحوا لي على الصوت تاع لاكوكوت. عملت لهنا بعد ما خليتهم تشمخوا، هي واش دير ديريكتومون؟ زيد دير باسينه واحده اخرى تنحي من هذاك البانيو اللي شتوني حطيت فيه المواعن، البانيو الاخر يكون فيه ثاني الماء دافي تشلل وتعاود تحط ليك. انا لا لا، انا واش ندير؟ نعاود نشللهم عادي، نحل العين. عملت شوفوا لهنا كيفاش يتوصلوا وحدهم.
شوفوا لا بريونس تاعك لي كيكات وكانك انت غسلتيها. انا واش ندير، عندي هذه الحباكه هاي ليك من هنايا تلقايها بونج ومن هنا تلقايها كي لافيت نورمال. نحب نزيد نجوز عليهم هكذايا باش نحي كل حاجه، تمكن على بالك يخرجوا لك معانك ما شاء الله. ما تسحق حتى حاجه، سهله مهله خدمه يعني، نحي عليك كامل التعب وكانك راكي تنحي لهم المره الاولى كامل، وهما راهم موصولين هاملك. تلقايهم حاجه ما تنسعى فيهم، ما من الاوساخ هذوك اللي يكونوا متراكمين لهنا وكامل يتنحاو. وشنو ما تنحيلكش كيما نقولوا الا كانت حاجه صفراء بزاف ولا هكذايا مع الوقت وتعاونك برك. هذه شوفوا لهنا ثاني في المغارف كيفاش تنحي لهم هاد لابارتي اللي هنايا. كاين دي فوا الناس يغسلوا المغارف وهاد لابارتي اللي هنايا تبقى كحله، هذه راح تنحيها لكم فاسيلمون. شوفوا كيفاش يخرجوا، ما كاش كامل داخل هذاك كيما نقولوا داك الاوساخ اللي تراكم لهنا، سورتو البنات الصغار هذوما يعني تعاون. وكاين بلايص لا لا بلايص تقدر تخليكم. شوفي هاي لك، شوفي حطيتها غير بالمرقة تاع الشوربة معمرة وكيفاش يخرجوها. انا قلت لك نحب نزيد لهم هكذا برك باش نضمن بلي يعني ما يبقى فيهم لا لومو لا حتى حاجة. ومن طبعا نشلل هاهم، شوفي هكذا نحي لهم كامل كيما نقول انا يشك كامل. وكيما تاع الحليب والاخر كيما هذايا اللي خدموا فيه ثاني كعجينة، شوفي تبقى لك شويه هكذايا. هي انا ما خليتهمش بزاف، تقدر تروح هكذا ها فاسيلمون يعني ما كان حتى تعب كامل. هاي جوزي عليهم ونحي وخلاص. هنايا هاد لي كوتي يخرجوا لك ما شاء الله حاجه ما تقعد فيهم. ها يعني تغسليهم بدون تعب وكانه واحد راهو يصب لك وانت راكي تعاودي تشللي. طريقه سهله وسريعه هاي ليك، ما نزلات ما يبقى والو. ها حطوهم في الماء سخون، حطو لهم اللازم تاعهم خلاص. هاي ليك شوفوا لا بريونس تاع الموعن كامل شدي هاي ليك. هكدا يخلص هادي لابارتي، نزيد نحط لابارتي وحدوخرا وراني نخدم حتى نكملهم كامل. هاملك شوفوا لهنايا هاد لي بارتي لهنايا، هاد الصفوره تقدر تنحي منكم نتوما برك، تزيدوا شويه تاع الصابون ولا حاجه تنحاها. بصح هاد لي بارتي شوفوا لهنا كيما لهنا تحرقت لهم، هادو لا لا هادو ما نقدرش نحيهم، لازم ندير لهم لي برودوي لي موالفا نحي بهم هادوك لوخر. تما تغسلك الموعن نورمال وكي تكملي شغلك عادي. سمحولي لهنايا على الصوت تاع لاكوكوت في الاخير. هاي ليك لهنايا النتيجة راكو تشوفو فيها، شوف كيفاش يخرجو الموعن تاعكم كامل يبريو. هاوليك هادو شللتهم برك ما حطيت لهم حتى حاجة، هاي ليك النتيجة قدامكم. دوك انايا نخليهم هادو ما يقطرو شوية، نشفهم وكل حاجة نرجعها لبلاصتها. يعني طريقة فعالة صدقوني، خاصة هكدايا من الناس قلت لكم اللي يكونوا مكريسيين شغل مضغوطين كيما انايا. جيت لهنايا راني مضغوطه، ها مليك راني غسلتهم ودوك نعاود نولي نخدم حوايج واحد اخرين. يعني تعاون بالبزاف بصح ما تنحيش هذوك كيما نقولوا حنايا كيما وريت لكم في المقله، ما راحش نحي لكم هاد لي غراس اللي واعرين بزاف بزاف، راح هادوما لازم نحيهم دوك انا كي حرقوها لي لازم نديرها لهنايا اما فورس اكسبريس ولا اي خلطه نزيد نديرها ان شاء الله ويتنحاو لي هادوما فاسيلمون. بصح هادو اللي هنايا تنحيهم لكم صدقوني مهما تكون الزيوت يعني ما تكونش متراكمه بزاف بزاف راح تنحيها لكم. نتمنى ان شاء الله انكم تتقوا ولا البقلي وعاون خاصه الناس اللي يكونوا مرض اللي يكونوا يعني مشغولين بزاف ولا حاجه، هالطريقه راح تساعدهم بزاف بزاف.
نبقى لغير نقولكم كالعادة دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى فيديو واحد آخر إن شاء الله.